اي 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 اخوان كلشي برك على قليب طلب طلب كلشي برك على قليب وبارطاجي مشكل في هذا اللايف هذا اللي ولاك ما هنا مشكل اسمحوا لي انا نبارطاجي معكم اللايف انا نبارطاجي بارطاجي شي يلا يا اخوان كلشي دير بارطاجي طليب طليب الله يحفظكم يا رب شكرا نتسناو شويه الاخوان كلشي برك على قليب بارطاجيو لعل وعسى انه يتحيد هذا المشكل هذا حيت الا ما تحيدش راه مشكل كبير اخوان كلشي خلي شي كومونتير باش انا يتحيد لنا هذا البلوك حيت راه مازال بلوكي يلا الاخوان كلشي بارطاجيو قليب بارطاجيو قليب كلشي اللي دخل قبل ما ننسق الاتصال الموالي سي الله يفتح لك بيبان الخير والله ينور لك طريقك سي الله يعطيك كل ما نويتيه في خاطرك يا رب سي الله يبعد عليك الهم والغم الله يجعلني ويجعلك من أهل الجنة يا رب إخوان كلشي يدير بارت قليب لأن عندي غير 500 راه عندي مشكل راه كاين مشكل في اللايف حتى القليبات اللي تديرهم ما تيطلعوش عافاك بقا دخلوا خرجوا تأكدوا واش كاين قليب ولا لا خرجوا من اللايف وعاودوا دخلوا شوفوا واش خدام ولا لا المهم أنتو كندوزو القصة الموالية حتى أنا ما خدمش ما عندنا ما نديرو حتى لا ما خدمش ما عندي ما ندير فوالا راه غادي غي ديرو بارطاج كلشي بقي يدير بارطاج وقليب عافاك اللي دخل بقي يدير على القليب بسم الله ندوزو القصة الموالية فين هي القصة الموالية الناس اللي تيتصلوا ما تنسقوش الاتصالات دابا عافاكم الناس اللي تيتصلوا ما تنسقوش الاتصالات دير لينا الدعوات اليوم ان شاء الله القصة الثانية اللي وعدوها لي زدمين باش غدوز معانا شوفو شوفي الواتساب عافاك القصة الثانية شوفي الواتساب عافاك شوفي واتساب ما عندكش كونيكسيون واقيله كذلك تجمع 0002 07 80 20 كتب شنو اصعب حاجه في القصه ديالك 0002 07 80 20 عبر الواتساب كذلك اليوم غادي ندير لكم حتى الدعوات ان شاء الله اللي بغى الناس تيما فرحت بهذيك السيده اللي الحمد لله ربي رزقها
وليد ولا بنيته باش عارف انا الدعوات. الحمد لله كاينين معنا غير ولاد الناس في هذا اللايف. هذا اللايف كيتقطع وي ما عرفتش شنو هو السبب. يلا اخوان عافاك كلشي بالك على قلبي وبارطاجي. شنو هي الحاجه اللي صايبه في القصه ديالك في 0602 07 80 20؟ 0602 07 80 20 0602 07 80 20 عبر الواتساب. خويا بعد اتصل بيا راه حالتي حالة إنسانية تدمي لها القلب. عافاك بسرعة الراجل غادي يقطع عليا الويفي قريب. بلادي ما تكني صرخت أم صرخت أم متزوجة. أوكي سمعوك نو اللي ما تيتقطعش كاين الناس اخرين اللي تيتقطع عليهم. الو السلام عليكم. وي السلام عليكم. مرحبا بك اختي صفا لاباس عليك؟ امورك على خير؟ واش بخير بغيت نوقف كيدير انت بخير؟ الحمد لله. بغيتي تعاود لنا شي حاجه؟ عندي اخويا قربي لنا. نعم اختي عرفتي نقدر قصة طويلة خويا ما عرفتش نقدر صعيبة بزاف. واخا اختي صعيبة بزاف كاع لهاد الدرجة؟ لأنه أنا نعاود لك أنا مريضة. بعدا شنو الاسم موسى على عشا تاني اختي؟ كنزة. تفضلي شنو هي الحاجة اللي صعيبة زعما القصة ديالك صعيبة بزاف على الدرجة وقتينا نسمع شنو الشيء اللي صعيب. تفضلي يا كنزة ما تسمعوكش قربي الميكرو كنزة. ديك راجل اخويا نعتي ليا بزاف متعرفش علينا ولاد راجلي راسي. لطخي ما يشاد ليا ولادي الفوق ياك. شنو ما كنشوفهمش اختي؟ راه ما تسمعوكش راه نهائيا راه ما تسمعوكش اختي كنزة. انا تحول دابا تسمعني؟ لا انت تتهضري بشويه وتتبعدي الميكرو. تفضلي. حيت كوني كنترعد اخويا. بشوي عليك تفضلي اختي كيفاش؟ يا راجل كنزة. الو وي تنسمعوك اختي تفضلي. خويا انا مريضه قلت لك مريضه ياك. اها عندي مرض باركنسون يعني كل نترعد فهمتي؟ اها وي سيدي نتي بزاف مكرفش عليا بزاف انا نتي ما عنديش والدين. الخوت كلها خرافه. هو دابا تياخذ لي الدو فهمتي؟ اها صافي هادشي دير معايا انا بديت انا ميا الدار. شنو واخد؟ انا ساكنه في بنينا الدار اونسون بنينا الدار اونسون. اها انا ساكنه في التحت انا وبنتي هو الفوق ولادو هما ولادي. بنتي كبيره عندها 20 عام. ولدك الكبير عنده 20 عام؟ الاخر عنده 15 عام الاخر عنده 10 سنين ما كنشوفهمش. علاش؟ حبسهم عليا. علاش ما تشوفيش ولادك؟ حبسهم عليا. حبسهم عليا هو حبسهم عليا هو. وعلاش يحرشهم عليك؟ علاش شنو هو المشكل؟ ما كاين حتى شي مشكل حيت مرت فهمتي؟ كيفاش عايش مرت تيتخلاو عليك كاملين؟ كلشي يتخلى عليا خويا اقسم بالله. حيت مرتي؟ حيت مرت 20 عام اخي بس نسيت 20 عام. 20 عام. شنو اللي 20 عام اختي؟ تاع الزواج الاخر من مرت نحني. وانت شنو هو المرض اللي عندك قلتي؟ باركنسون. باركنسون. والله ما تنسمعك. العشر عصبي باركنسون. يعني تبداي ترعدي و ياك ولا شنو؟ نطبلوك. شنو؟ والو اختي ما تنسمعوكش اختي. الو راه حتى النفس في اللايف كلشي قال لك راه ما تنفهموكش وما ما تنسمعوكش. يا نتوتر بزاف والله. بغيت نحاول عاوتاني باش الناس يسمعوك ويفهموك لان راه ما تنسمعوكش مزيان. تسمعني؟ نعم اختي. الو وي تفضلي. تفضلي اختي. الو تسمحي لي بزاف اخويا قد ما فرحانه انكم تسمعوا صوتكم قد ما نتوتر قد ما عرفتش شنو ندير والله اخويا.
صراحة كنا باغيين نسمعوا القصة ديالك، وفوق ما حسيتي براسك بأنك باغا تعاودي. مرحبا على راسك. لا نبغى نعاود. ماشي أنا بدا والله. اسمعي يا خيبر. لا غير حاولي باش نسمعوك عاوتاني، حيت الناس راه كاملين هما دوك كلشي في لي كومونتير راه تيقول لك راه ما تيسمعوكش وما فاهمينكش في نفس الوقت. بجوج. أنا تسمع. يا خيبر راه تسيد أن جوج بـ20. أها. ومع مرتي تخلى عليك، هادشي اللي فهمنا. اها انت دابا تاخذ لي الدواء ياك. اها وحال من ولادي نشوفهم نهائيا، يعني نشدهم بالفلوس بحال هكا ما تمشيش عندها ما تجيش لها ما تجيش لها ما تاكلش لها، وانا شي ضرني في خاطري بزاف. ماشي اخي شانتي راه نمشي لها ندير لها السيدات خوتي مشيت عندهم كل يوم كاين الحين قال لي سير لراجلك تاخذ لك الدواء، قلت لي انا الحين نديرو لك. ولاد الحاجة ما تسعوليش تهضري معاهم ما والو. عييت اخويا عييت اسمع الكبير فيهم طبعا صيفط لها عيني صيفط واتساب علاش ردو تنقول لك سير انت ديال الام الام الام، ولكن اخويا ضغط عليهم بزاف تيخافو منه بزاف. شنقولك نتمنى كلشي دايما كنزة أول شيء تنتمنى الله عز وجل أنه يشافيك ويعافيك، هذه هي الأولى، وأنه يهدي راجلك ويهدي. تسمعينا كنزة؟ نعم أختي؟ تسمعك أخوي. أول حاجة أنه يشافيك ويعافيك. نعم وأنه يهدي راجلك ووليداتك يا رب، ويعاود يرجعوا عندك ويحنن قلبهم. نتمنى كاع الناس اللي تيتفرجوا في اللايف كل شيء أنه يهديه معاها، كاع اللي تيتفرج بالشفاء بعدا. نتمنى ان شاء الله المره الجايه تعيطي لها كنزه وتقولي الحمد لله راكي بريتي وليداتك معاك. مازال باغي تقولي شي حاجه كنزه؟ هذا ما تيبغيش. انا هذا ما زين اخويا. نعم ما هذا ما زين ما زين ما كيبغيش فهمتي. مرض مزمن ما تيبغيش. لا والله هو انا تخيل تخيل انا هذا نخدو كل ساعتين دابا نخدو كل ساعتين. الله يهون عندي عندي حتى انا واحد البنيه سميتها عائشه. شنو هو؟ ما سمعتك شنو قلت؟ نعم؟ الو الو شنو قلت يا اختي؟ عائشه هي اللي مفرحاني في الدنيا كلها. بنتك؟ هي مسطراني والله. والله يخليها لك يا رب، الله يخليها لك اختي. الله يخليها لك. واش نقول لك الله يدير لك اللي فيها الخير يا رب، وما شاء الله كلشي اصلا تيدعي معاك. الله يسر لك يا رب. وتنشكرك كنزة لانك شاركتي معنا القصه ديالك. شكرا لك يا كنزة. بارك الله فيك اخويا. واخا ندوزو الاخوان، بقات تعطيو ملخص الناس اللي باغيين يدوزوا معايا، بقات تعطي شنو هي الحاجه اللي صعيبه في القصه ديالك باش ندوزك. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام. كي داير اختي؟ عليكم السلام. بخير؟ لاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله. امورك بخير؟ اختي سير شي بلاصه عافاك ما فيها الصداع باش نسمعوك. واخا اوكي. يا خويا كاين شي مشكل في اللايف. اختي راكي في داركم؟ دستي علاش لكن محيد من حدا الصداع. ها واخ نقدر نهضر معاك على خاطري. يا اختي فوالا الو الو تسمعني دابا؟ صافي مازال حداك الصداع.
الو علي دابا صوتك تقطع شويه. مرحبا، بعدا شنو الاسم المتصل اللي غتعطينا؟ غنطلع بسميتي. لا لا لا، من الاحسن اسمه الساعة. ضروري؟ اه ضروري اسمه الساعة. صافي واخا نورا. نور واش كتكتب؟ غنطلع. لا 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 لا، صوتك تقطع بعدا. شوفي بعدا صوتك تقطع. عندي مشكل في الكونيكسيون. اه وباش نسمعوكم مزيان خاص ضروري كونيكسيون اختي نورا. كون مزيانه. اه دابا مزيان، دابا خليك هنا. نبقى غير هنا. اه خليك هكا نورا. انا تنفضل كاع الناس اللي تيطلعوا معايا ما يعاودوش باسمهم الحقيقي، تنبدل لهم الصوت كل شيء. كانك باغي تعاود راسك وتخوي داك الشيء سرك في بير، ماشي مهم ان الناس تعرف شكون انت واصلك وفاصلك ولا شنو قصتك. مرحبا نورا. واخا اوكي اوكي واخا. تفضلي يا نورا. دابا تسمعني مزيان؟ تنسمعوك يا نورا، تفضلي. واخا غاشي داني الخلعة شوية صافي. عيب شوية عليك، خدي راحتك. الله يحفظك اخويا بدر. مرحبا تفضلي يا نورا. واخ ما عرفتش قديش نعاود. اه داني الخلعة ما قدرتش، ما قديش نعاود. غيب شوية عليك اختي، عاودي من الاول. نورا واخ نعم كنسمعك. انت كاع زعمتي وبغيتي ديري بسميتك، طلعي بسميتك في اللايف وحشمتي. لا والله حتى كتسبقني الحشمه والخلعه وحق الله. انت كاع كشي تقولي تا سميتك. صافي يلا غير حاولي. تفضلي يا نورا. واخا خويا بعض. المهم عندما ملي توفات الوالده ولا قبل كاع داكشي اللي دارك؟ صافي واخا انا غندمعك ملي توفات الوالده وغتبقى حاجه تجر حاجه. يا الله اللهم يسر. امين يا ربي. المهم انا باش توفات الوالده كانت عندي شي 20 عام هكاك. ومن بعد ملي توفات الوالدة بقيت عايشة غير أنا وبابا. أصلا بابا يعني كان قبيح بزاف، ما كانش كيتعامل معايا مزيان. كيفاش كانت الوالدة حية؟ بابا كان كيشرب، كان مرة كيشرب، كان مدمن ماشي كي، كان ديما كيشرب بزاف. وهاد الشيء فاش كانت ماما حية كان كيتخاصم بزاف على قبل هاد الشيء. أنا كاينة غير بوحدي، ولدتني ماما غير راسي، ما عندي لا خويا لا اختي، انا اللي كاين عند والديا بجوج. المهم انا كبرت في الضاع وكبرت في المشاكل، يعني ما عشت الطفوله ديالي بحال كاع البنات. كنت كنشوف ماما كتاكل العصا قدامي، بابا كان كيجي سكران ديما الصداع في الدار ديما، يعني هذاك الصداع والمشاكل. صافي الام ديالي مسكينه مرضتش، كانت مرضتش وبسبب هادشي بحال تفكست وتعصبت، لانها كانت صابره على قبلي. يعني المراه فاش كتكون عندها المشاكل كتصبر على قبل ولادها. صافي من بعد ما ماتش ماما بابا عملت داكشي اللي كان داك العنف اللي كان كيعنف الام ديالي ولا كيعنفني انا على ابسط الحوايج، يعني كان ديال لي والو كيبدا يغوت وعايرني لدرجه انه خرجني من القرايه. انا يعني حتى من القرايه خرجني منها، رغم انني كنت كنقرا مزيان وكنت عندي باغا نوصل له، عندي بزاف احلام باغا نحققهم، ولكن خرجني من القرايه من ورا ما ماتش ماما. قال لي اش ديري بهاد القرايه ما عندك ما ديري بها، قلنا ما كاين باس. قد جالسة في الدار أو تاميرا والعصا والمعيور والسبان. صافي أنا شتي عيت
قلت غادي نمشي لعند عمتي ونسكن معاها. عمتي اخت الاب ديالي. اسمحي لي الاخوان، واش اللايف مبلوكا؟ حيت متبلوكا ولي انا لي كومونتير كاملين، تبلوكا لي اللايف كامل، ما عرفتش واش اللايف مطلق ولا لا، ما عرفتش. الا مبلوك الا ما مبلوكيش قولي لي عافاك. شي لي زادمين صيفطوا لي في البريفي. كملي اختي. اخويا بعض كملي. اللي بغات نمشي نعيش مع العمه ديالي هو ما خلانيش، ما بغاش يخليني نمشي نعيش مع عمتي. اها صافي. واحد النهار كان جس كان الوالد ديالي جا شارب في الدار، مشى غير بوحدو مع ثلاثه صحابو. اها صافي. جلسوا كيشربوا في الدار، انا مشيت لبيت سديت عليا. حيت كان عندي البيت ديالي كيتسد، سديت عليا حيت خفت. وهو بقى كيشرب هو صحابو، يشرب 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 حتى الصباح، انا بقيت في البيت. صافي. ملي مشاو ملي مشاو الصباح، ملي مشاو صحابو وبقى هويا، ملي حسيت بيه خرج وانا محل عليا الباب. جمعت حوايجي، سديت حوايجي وخرج، وكان حاط شي فلوس كان حاطهم ليا باش نمشي نتقدى بيهم، حيت كان كيخرج وكيخلي ليا المصروف. وانا خديت حوايجي ومشيت شديت طاكسي ومشيت عند عمتي. بقيت عند عمتي شي شهر، جالسة معاها في الدار. خير. المهم تهنيت، واخا بابا كان كيجي وكيبقى يعاير قال لها علاش شديتيها، فجات عندك جري عليها. هي ما بغاتش تجري عليا، خاصني نخرج من الزنقة. بقيت جالسة معاها شهر، وهي تقول لي واش ما تخدميش، حيت عمتي كانت خدامة في واحد المعمل ديال الخياطة، كانوا خاصينهم البنات. قلت واخا نخدم، علاش غنبقى جالسة؟ اللهم نخدم. من هنيت نتلى في الوقت، من هنيت نتلى من بابا. صافي خدمت في هذاك المعمل، بقيت خدامة وبقيت باركة مع عمتي، بقيت خدامة وبقيت باركة مع عمتي. صافي تا واحد النهار تقول لي عمتي باك راه كيبقى يعير فيا وهادي، خصك ترجعي عند باك. لا انا ما غاديش نرجع عندو، يا يا رجع يا نخرج الزنقة يا نبقى عندك. انا بعدا ما رجعتش. الاب ديالي كان كيشرب بزاف، وكان ولا كيجيب صحابو حتى للدار، وانا بنت خفت على راسي. والام ديالي اللي كانت مازال اللي كانت ماما حيه، راه كانت كتكالي عليا كما كنقولوا، كتطرد ليا البالو. يعني ما كاينش لا ما غاديش نرجع. صافي قلت انا خدامه علاش ما نخرجش نخلي مع البنات. واخا عرفت لك راه صعيب، ولكن قررت انني نخرج نكري مع البنات. طلبت عمتي تصبر عليا غير واحد السيمانه. انا علاش طلبت عمتي باش تصبر عليا سيمانه باش نقلب على الدريات، حيت كانوا خدامين معايا شي بنات في المعمل اللي كنت خدامه فيه، كانوا كارين بيناتهم. قالت لي واخا، قالت لي ولك ربك راه صدعني كل مره تيجي، انا ما بغاش، حيت خافت منه، حيت بابا كان صعيب، بابا من النوع اللي كان صعيب وما حنينش حنينش خايب خايب بزاف، ماشي معايا انا، كان خايب مع ماما الله يرحمها. ماما اصلا بالفقصه ديالو باش ماتت. زيد صافي بقيت خدامه كنقلب على البنات اللي باغاني شي وحده تكري معاهم. لقيت واحد جوج بنات هما مسافرين عندهم مشاكل مع دارهم، يعني وحده خارجه من دارهم ووحده مسكينه هي نفس بحالي، ولكن ماشي مع الاب ديالهم، هما خوتهم ولا طلبتهم بدهم اكريم معاهم. قالوا لي مرحبا. صافي انا في الاول انا كنت في المعمل كنت غير كان اطرونش، يعني ما كنتش شاده الماكينه غير كنت كنسخر. قلت علاش ما نتعلمش الماكينه نخيط، ومن هنا شفت الطاليره طلع باش نقدر نكري مع البنات. قلت واحد الدريه كانت كدير بيكوز ومع الصوجي، بيكوز واقيلا، قالت لي غنعلمك يا بيكوز يا صوجي. انا تعلمت ليهم بجوج مع المده، فاش كنت تعلمت شديت الماكينه. صافي من بعد بقيت جالسه مع عمتي، درت معاه واحد هذيك السيمانه فاتت، وهي تقول لي مثلا ما فاتش ديك السيمانه خديت حوايجي، وقلت لعمتي انا غنرجع للوالد.
صافقت مع البنات، صافقت مع البنات صافي. قلت له الوالد، قلت له عمتي انا غنرجع عند بابا. قالت لي واش غترجعي؟ قلت لها ما قلتش لا انا غنمشي نكري مع البنات كاع صافي. زيت صافي مشيت تلاقاش مع البنات اللي غنكري معاهم صافي. كريت مع البنات وعمتي من بعد، حيت انا كنت خدامه في المعمل، خدامه فيه، عرفتني كذبت عليها. كيفاش خاصم عليا؟ قالت لي لا خصك ترجعي لداركم، وباك هذاك واخا يضربك واخا هادي ما غاديش اللهم باك. لا انا لا ما غاديش نرجع صافي. انا قبل ما غيحنش فيا وما يردش لي البال اصلا، هو خرجني من القرايه وكيضل يضرب فيا شبع فيا غرحه، لاش غادي نرجع؟ من الامن بعد الاب ديالي غيتزوج، حيت كان الاب ديالي غيتزوج ملي خمس على منطقه صافي. ملي شو السيدة تزوج وهي تقول لي انا مابقاش كاريه مع البنات، من بعد انا مابقاش قاده على الكرا، ملي كيجيني داك الكرا غالي حتى المصاف اللي كنشد مابقاش قادني. تقهرت بالكرا وتقهرت بالتمارة، واصلا التمارة اللي كنت كنضربها بزاف تعيش. عمتي ما غترجعنيش اللهم نرجع، رجعت عند بابا وخدت من المشاكل والصداع رجعت. قلت زعما راه مرتبة هاد السيدة اللي جات تقدر تحن فيا ورجعني غير بالزز، ديرني بحال بنت عاودت ما تعرف صافي. ملي رجعت رجعت العذاب، هداك الشيء اللي كنت معبى ولا كتار، دابا ولات ما تبك، ولات محاربة مع زوج، بقيت محاربة مع بابا، ولات محاربة مع بابا ومع مراتو صافي. بقيت عايشة معاهم في الدار، الخدمة ما بقيتش خدامة حيت بابا قال لي إلا بغيتي ترجعي خصك ما تبقايش خدامة، تجلس لي من الخدمة صافي. بقيت جالسة كنضرب تمارة زعما. واحد النهار صافي واحد السيد كنت تلاقيت معاه، المهم كنت معرفة عليه، أنا أصلا فاش كنت خدامة في المعمل كنت معرفة عليه، بقيت يعني كنهضر معاه وكدرنا غولاسيو شي واحد لواحد المدة، بقينا مع بعضياتنا. أصلا كان موعدني قال لي راه غنتزوجك، وعدني بالزواج، كان كيقول لي صبري معايا وهادي. أنا علاش صبرت لعند بابا؟ قلت زعما صافي راه ربي جاب ليا هاد ولد الناس غنرجع لعند بابا، راه هاد ولد الناس غيهنيني. ولكن من بعد لقيتو تا هو كذاب هاد الدري هذا، وأصلا كان هو أصلا تعرف خاطب واحد البنت وما عندها بالزواج، وأنا كان كيكذب عليا. تفارقت مع داك السيد صافي، بقيت عايشة مع مرت الأب ديالي، مشاكل وصداع. كتحرش عليا بابا، بقيتو هكاك، بقيت صابرة تاع ربي كبير، هاد الماتش هادي غادي يوقع واحد المشكل كبير كغاف. كان أصلا كنت شاكة فيها حيت كنت كنسمع ديما بالليل ملي كنكون بحال هكا، واحد المرة كنت نايضة باش نشرب وسمعتها كتهضر بلي في التليفون ما عادش كنت، المهم كانت كتهضر ماشي مع مرا، مع راجل. متأكدة قسما بالله العلي العظيم وربي كبير، وكنت ديما كنصلي وكنقول يا ربي أسيدي دابا عدي عليا الله يحفظها الحق وربي بينسى العالم. كنت كنصلي وكنبكي اصلا. فاش رجعت لعند بوست ما تحس لا من خلص ديال خاطري كنسمعها، وما انا سمعتها مره ما جوج ديما بالليل كنسمعها، ولا ملي كتصوني على التليفون كتنوض ممكن شاكه فيها. انا ما بغيت نقول بابا والو، حيت لي قلت لي شي حاجه غادي يقول لك كتكذبي عليا وهادي شي غير. واحد النهار بابا ما كان مشى للخدمة، هي كان خدام، وهي مشات، هي كانت في الدار، هي تقول لي هي تقول لي عطاتني فلوس، قالت لي سير تسخري، سخرتني الحان الهري صافي. خديت تليفون شي سخرت انا الهري، كان ما شفتش الباب، بقى الباب مردود، درت راسي غنهبط وانا كاع ما هبطتش. حيت ملي كنت هابطة سمعت التليفون تيصون، عرفت غتهضر معايا شي واحد، انا بغيت غنتأكد باش منظلمهاش.
رجعت وخليت الباب مفتوح حيت حنا عندنا يعني ما عندناش بارطمون ساكنين غير في دار. خليت الباب مربوط ودرت راسي تمشي حسيت بها ما بقاش ردة معايا الباب وانا رجعت ونسمعها كتهضر مع راجلي. اها سيدي مشيت سخرت هي بغات غير تصدرني باش تهضر على خاطرها. وانت حصل فيها سمعتها وانا اصلا كنت شاكة فيها على اللي كي يهضر مع الصفات الليل مع من غير يهضر وبابا كيكون ناعس هي كتنوض تتسلى فوالا. اها صافي انا مشيت ما قلت لها حتى شي حاجه طلعت الصخره قالت لي مالك تعطلتي قلت لها لا ما لا والو راه ما لقيتش الصخره في الهري مشيت للهري الاخر طلعت بحال هكايا تغدينا بابا كان كيجي بالليل جا بابا بالليل صافي ويقول لي ما قال لي ما عليناش كملي على تلفات لك والله ما عقلت كملي فوالا ما عرفتش اش قال لي والله ما عقلت ما عليناش كملي واخا فوالا علاش غنتفكر نسيت صافي ما جاش غير كملي ما بغاش ما بغاش تجيك في الدماغ كملي واخا مازال لا والله غير كنتفكر ماشي مشكل ما عقلتيش عليها صافي دوزيها واخا اوكي انا غندوزها ما عقلتش شنو قال لي المهم تعشينا وعشنا داك النهار الغد الليل ها الغد الليل شنو الو غير الكونيكسيون كتقطع ما تنسمعو الصداع اللي حداك خلاص الصداع اللي حداك حنا تنسمعوه ايه فوالا لا كاين بلاصه محدايا حتى شي واحد اه واخا كملي اختي واخا اختي تتسمعيني ايه فوالا ايه غير الكونيكسيون كتقطع وهضري اختي كملي القصه واخا اختي نعم بسلامة اي 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 كنهضر معاك وي 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 السيده عقلت على هاد السيده هادي واه عقل على القصه ديالها السيده اللي كانت طلعت معنا ومذبوحه في عنقها انا تنصوني عليك اختي السيده اللي كانت طلعت السيدة اللي كانت مذبوحة في عنقها فك شوفي شوفي راه تتصل بك شوفي اللايف شوفي اللايف عافاك السيده اللي ورينا في اللايف النيش اصلا كانت ورينا تصويرتها في اللايف الو السلام عليكم الو واخيرا جاوبتينا اختي
اخيرا لاباس عليك؟ الحمد لله. انت صافا؟ امورك على خير؟ سبحان الله تفكرتك مؤخرا، ما عرفت تحشي لي في بالي مؤخرا. كنت نقول شنو دارت؟ فين وصلت؟ صافا اختي؟ والو راكي معايا في اللايف؟ والو راني عرفت، راني كنت كنتفرج في اللايف. او مرحبا بك، كيف الاحوال؟ ربي يخليك الله يحفظك. امورك على خير؟ نقول الحمد لله. الحمد لله عليك. على كل حال كاين شي جديد في القصه؟ شنو الاسم المصعب اللي كنتي عطيتيني ديك الساعه؟ كنت عطيتك نورا. نورا نورا ليك صوتي مبدل دابا؟ لا صوتك راه مبدل، كوني هاني يا نورا. صوتك مبدل حيت هذيك المره واخا هكا كاين اللي يعرفني. وين هذا كاين اللي يعرفك؟ ما كانش مبدل مزيان؟ كاين لا ما كانش مبدل مزيان، مني الضربه وداك الشيء. كانت واحد البنت خدامه معايا كانت عرفاتني. يمكن حيت عطيتي بزاف ديال التفاصيل قريبين ليك، حيت ماشي على الصوت. وكانت هي من المتابعين ديالك حتى هي. ستري شويه حتى هي كانت. اذا كان ماشي الصوت اللي كان واقيلا باش عرفاتك، عرفاتك بالتفاصيل اللي عاودتي. اما الصوت يكون مبدل بزاف. ربي يخليك اخويا الله يحفظك. مرحبا نورا، شنو في القصه؟ المهم ما كاين لا زيد لا والو، شويه وصافي، ماشي شي حاجه. مي كنهضروا معايا بزاف الناس نور اللايف، بزاف الناس اللي هضروا معايا من المغرب من برا، ناس معروفين هنا في المغرب وهذا، ولكن ما كاين والو. معروفين؟ ما شي وحدين معروفين. مشهورين كاع؟ تفرجوا في القصه ديالك؟ شي وحدين شي كيسموهم مساعدين اجتماعيين بحال هكا زعما، بغيت نقول لك. مي هضروا معايا وداك الشيء وقالوا لي حقا غادي نوقفوا معاك وحقا غادي نعاونوك حقا هادي هادي، ولكن ما كاين حتى شي حاجه. وبزاف الناس كاين اللي عيطوا ليا صراحه زعما معنويا، الله يجازيهم بخير صراحه. ذكري الاسماء ديالهم، ذكري الاسماء ديالهم اللي عقلتي عليهم باش تعرفهم باش. المهم من الجزائر، من فرنسا، من المغرب، بزاف زعما الا ولاد ولا بنات ولا امهات. وكاينين ناس اخرين راك عرفتي استهزؤوا بك وهذا، بولاد ماشي بنات. مي الحمد لله، يعني كانوا الايجابيين اكثر من السلبيين. الحمد لله هذا فضل ما عند الله، فين ما مشيت كاين زوين كاين الخايب، ولكن الحمد لله حنا الله يهدينا. المهم على الاقل كاين الزوين احسن من الخايب، اكثر من الخايب. داكشي اللي كاين اخويا الله يحفظك، داكشي اللي كاين. ما كاين حتى شي جديد، انا بغيت غير واحد الميساج بغيت نقوله الا كان ممكن. داكشي تفضلي اخويا. ان بالنسبه للناس اللي ما قادراش تعاون شي واحد، ما توعدوش بشي حاجه، وما تقولش له صيفط ليا لاكارت ولا صيفط ليا هادي، انا غادي نصيفط لك وغادي ندير لك وغادي نفعل لك، وتبلوكي تجي في الاخر وتبلوكي. يعني ما كاين لا تقدر، ممكن تقول غير دي ام اي دي معاك، ممكن غير هذا راه فيها كافيه. برافو عليك، كافيه. ما كاين انا الانسان انا غادي ندير لك انا غنفعل لك انا، وقسما بالله خويا بدر في هاد العواشر هادي كاينين الناس من برا صيفط لنا لاكارت وغادي نديرو لك لولادك وغادي نفعلو وغادي نديرو هادي، علاش غادي تكذب على راسك وتقل على راسك؟ حتى الا كنتي ناوي وما قدرتيش علاش غتبلوكيني؟ اختي وقع ليا ظروف وقعوا ليا مشاكل عادي عادي، انا الحمد لله ما واقفاش على شي واحد، واخا انا واقفه ولكن الحمد لله ما واقفاش على شي واحد. بالقليل كنعدي حتى كيجي الكثير. ومن بعد هذيك فاش كنت خدامه خرجت من هذيك الخدمه وخدمت في خدمه اخرى على قد الحال، خدمت غير عند واحد السيده في دارها بثمن قليل. مي الحمد لله الحمد لله على كل حال. من اللايف ولا؟ من اللايف؟ لا 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 ماشي من اللايف. لا 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 ماشي من اللايف. شحال عمري ذكرت الناس بالقصه ديالك؟ انا شنو نعاود القصه ديالي؟ باختصار باختصار. المهم انا البنت اللي كنت المهم عشت واحد الظروف اللي شويه قاصحه وكنت تزوجت بواحد السيد واللي كان هو ضربني في عنقي ضربه اللي شويه خايبه. كنا وريناها في اللايف. وكنت عاوتاني يعني دوزت واحد المحنه خايبه، وعاوتاني قلت انا عاوتاني نعاود نتزوج، وعاود تزوجت ما جابش الله، يعني كما كيقولوا تهربت من حفره تحت في ما عرفتش كيف بحال هكا المثال ديالها، يعني شي حاجه اكثر من هكاك. مي الحمد لله على كل حال. انا حاجه واحده بغيتكم غير ديروا معايا، ربي سهل عليا في شي خدمه تكون محسن وربي فاجيها عليا، وان شاء الله نلقى الام ديالي.
اللي والدان هذا الشيء اللي بغيت. الام ديالك ما عندكش دليل عليها شي حاجه شي راس الخير؟ انا حاجه واحده، انا حاجه واحده اللي انا كما قلت لكم حتى كبرت عاد عرفت ان راه غير مرت الوالد ماشي الام ديالي اللي مربيتني. ملي كنسول الوالد ديالي داك الشيء كيقول لي منين، المهم كيقول لي منين ولداتك توفات فينا بلاصه في ميدلز، اجمل بلاصه بالضبط، ما عندك علاش تعرفي، راه سيدة توفت. ولكن انا عندي احساس ديالي كيقول لي انا امك مازال. الو صراحه بغيت نعطيكم الو تنسمعك. كملي اختي تنسمعك. انا طلعت تما ولكن ما قدرتش حيت كنت ديت معايا ولدي صغير بزاف وكان صهد وداك الشيء، ما خديتش وقت كافي اللي نقدر نعرف فيه بزاف الحوايج. مي هذيك البلاصه اللي عطاوني بالضبط يعني هما كانوا كيقولوا عروبية، انا مشيت لقيتها ولات مدينه. يعني هذا الشيء راه قديم، يعني هذا الشيء راه في 94. يعني عطاوني داك الشيء عاود انا تاريخ، المهم في تاريخ الزياد ديالي. ما كنعاود دابا كنعاود نطلبهم وكنعاود نسولو وكنعاود نقول له، حيت انا دابا مقاطعه معاهم ما كنهضرش معاهم، يعني بعد المشاكل شي ما كنهضر معاهم. ملي كنعاود نطلبو داكشي كيقول لي ملي غيكون عندي الوقت حقا غادي نمشي معاك، حقا غادي تمشي تقلبي، حقا تقلبي على خوالك كذا هادي. ولكن ملي كنوقف على الصح ما كنلقى والو. ايوا اش غنقول لك، نتمنى من الله عز وجل انه ييسر لك ويفتح لك باب الخير يا رب. نقدروا نعاودوا نعطيو الرقم ديالك لا شي واحد بغى انه يعاونك في خدمه ولا شي حاجه، نقدروا نعاودوا نحطوه؟ مرحبا، مشكل انا حيت اصلا حيت انه لا بير خليته غير في الواتساب حيت بزاف الناس كيبقاو يتسلاو. عاودي الا قدرتي تعاودي لي طالع عندك حيت انا ما حافظاش مزيان. 06 08 00 66 51 06 08 00 66 51. هذا هو الرقم 06 08 00 66 51. هذا هو الرقم ديال نورا اللي بغا انه يعاونوها. نورا نتمنى عاوتاني الاتصال الجاي يكون بخير، تكوني احسن ان شاء الله خويا. الله والله يفاجئ عليك، والله يفتح لك باب الخير يا رب، والله ينور. انا كنتمنى كاع المستمعين يدعوا معايا يا ربي يا ربي يفاجئها ليا يا ربي. هادشي اللي كنتمنى ان شاء الله الدنيا والاخره. اللهم امين. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك بزاف. نوريكم التصويره ديال الضربه اللي كان بشرط اللي تيخاف ولا هذاك الشيء بعد التليفون تنقول لك رد. واحد سميتو احمد ازبدار قال لي كنيتهم ازبدار يشوفوا هاد الدري هذا اللي من عائلتكم. تخيلوا الالاف ديال الناس هنايا، تخيلوا هذا قولوا لمو ما ولدتيش راجل، ولدتيش ماتة. هاد احمد ازبدار قول له ولدتيش ماتة وماشي راجل. علاش؟ لان هاد الليف هذا اغلبيه ديال امهات واباء وهو ما مربيش، عيطوا ما تربيو فيه ولكن طلعتوهش ماتة ماشي راجل. كاع الناس يذكروا اسم الله العواشر رمضان، ولكن قول للوالديه اللي تعرف عائلته هذا قول له راه ولدتو شماته ماشي راجل، عيتو ما تربيو وتياخذوا للوالديه النعله في هذه الليله هذا. تخيل اللايف من فوقاش وحنا دايرين، عرفتي شحال من فوقاش ما كاينش اللي قال كلمه واحده الا انت الوحيد طلعتي شماته. تحيه لك، برافو عليك، الوحيد اللي طلعتي حمار من بين هاد الناس كاملين. شو تخيل من بين هاد الناس كامل انت اللي ما رباوكش والديك، تخيل تخيل، خاصك تكون فخور بنفسك بانك انت الوحيد اللي ما رباوكش والديك. يلا انا غادي نشوف، انا نوريكم التصويره ياك، ولكن اللي غنعلمكم باش ما تشوفوش. بلا ما تعاودي تكومونتيو على داك ديالهم، بلا ما صافا هو دارني صافا هو سكت. تخيل والديك ما رباوكش يا صاحبي. انا غادي نوريكم التصويره، غنعلمكم، حيدوا الكاميرا، غنقول لكم حيدوا التليفون، تنقول لكم ردوا، صافي، اللي يقدر يشوف ذاك المنظر، هذه ديال نورا، قصة نورا، أنا غادي نوريكم، اللي ما تيقدرش يشوف ذاك الشيء ديال، حيت راجلها كان ذبحها، اللي ما يقدرش يشوف، يبعد اللايف، بلاتي نتسناكم.
شتي انت غادي نحطك اليوم في الفوتو د بروفيل. يلا تخيل نقلبوا على والديك ونوريهمك. تخيل تال نحطوك اليوم في ال... في, ال... في الستوري. غادي نكتبوا لك ماشي راجل ونحطوك. يلا الاخوان انا غادي نوريكم. حيدوا الكاميرات، حيدوا التليفون، انا غادي نوريكم. حيدوا التليفون تنقول لكم ردوا، هذا حتى واحد ما يخلي التليفون. حيدوا التليفون فوالا. هذه كان راجل هو السبب. ردوا التليفونات صافي، راه شافوا التصويره هذه سبابة راجلة. هذه سبب ديالها راجلة. حيدوا ردوا التليفونات دابا، ردوا التليفونات، ردوا التليفونات. أغلبية شافوا. اش نقول لكم فريمون الله يخرجنا من دار العيب لعيب. دابا ندوزو للفقره ديال اللي بغا الناس تاي معاه في هذه الليله. هذا اللي بغا الناس تاي معاه 0602-07-20-20 عبر الواتساب، 0602-07-20-20 عبر الواتساب. واللايف ان شاء الله غيكون يوم الجمعه والسبت والاحد مع العاشرة بتوقيت المغرب، ما يبقاش مع الحداش ونص، يولي مع العاشرة ان شاء الله. العاشرة ونصف ماشي العاشرة، العاشرة ونصف بتوقيت المغرب ان شاء الله، نهار الجمعة والسبت والاحد ان شاء الله. 0602-07-20 الناس اللي بغاو الناس تدعي معاه. تحية صديقي محسن بهضر محتاج للدعوات، صلي ينور لك طريقك. هذا صديق عزيز عليا بزاف، فشكرا ليه لانه ساعدني في التصوير ديال الحلقه ديالو يكون خير مع جمال. شكرا ليه، كان دار واحد المجهود كبير معنا بصراحه الاخ محسن باش اننا نلقاو الام ديال جمال. شكرا ليه، بهم من اطيب خلق الله. تديك الحلقه الى نجحات، راه نجحات بالفضل ديالو لانه قام واحد المجهود كبير صديق ديالي بوحسين. فالله يفتح ليه بباب الخير، الله ينور ليه طريقك، الله يحقق ليه داك الشيء اللي تمنى في خاطره يا رب، والله يعطيك اي حاجه فاخر. انسان من اطيب خلق الله، يستاهل كل خير. كتبوا لي شي دعوه، كتبوا لي شي دعوه. مشكل ما تترك خويا، خويا محسن راك عارف اللي كاين. 0602-07-20 له. البارح طلعت معنا واحد السيده قالت لك 4 سنين ما ولداش، ونهار طلعت معنا في اللايف طلعت بينا البارح قالت لك الحمد لله ربي جاب التيسير. باش عرفوا بان هذا اللايف هذا راه فيه شي حاجه زوينه، راه كاينين ولاد الناس. بالنسبه للعائلات اللي ما تولدوش، هذه يمكن 5 واقيلا حالات تطرا هنا في اللايف. كاين وحده عندها 12 عام ما ولداتش وطلعت معنا في اللايف وولدات، وحده يمكن شي 7 سنين، وحده يمكن ما عقلتش شحال. والبارح طلعت معنا واحد السيده 4 سنين وهي ما تولدش، وفاش طلعت معنا دعاو مع الناس والحمد لله رزقها حاليا راه حامله، طلعت البارح. الناس اللي تفرجوا في الحلقه البارح، لهذا نتمنى انك تطلع. لعل الله في سماء الدنيا ويقول هل من داعي فاستجيبوا له. 0602-07-20-20 السلام عليكم. حبسي اللايف 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 حبسي اللايف حبسي اللايف حبسي اللايف. سمعت شو كيبدل. السلام عليكم. حبسي اللايف اللايف حبسي اللايف. ما حبستيش، قلت لك حبسي اللايف ما حبستيش. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اختي صافا لاباس عليك؟ بلاتي ما تسمعكش، خليك معايا. صافا اختي لاباس عليك، مرحبا بك معنا، نورتينا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شنو الاسم؟ بارك بوجودك. بارك الله. شنو سميتو المدينة؟ نعمة. نعمة نعمة من مدينة نعمة؟ نعمة كازا. كازا كازا. بغيتي الناس دايما هكا نعمة؟ صراحة بغيت نعاود قصتي، ولكن دابا راه صوتك الحقيقي اللي كاين.
وقال ما كنتيش تتفرجي في اللايف صنيتي غير الله ياك. لا كنت كنتفرج وخرجت ورجعت كنصوني كنتفرج. دابا راه صوتك الحقيقي غير شنو الناس تاي معاك دابا درنا اللي بغا الناس تاي معاه واخا باش بغيتي الناس تاي معاك يصلح لي الله الوليدات وفرجها من شاء الله. الله يفتح لك بباب الخير والله ينور لك طريقك والله يصلح لك وليداتك وهذا كل ما فيه خير لك. شكرا لك يا رب. أمين. شكرا لك. شكرا لك انت وتبارك الله عليك. الله يحفظك عليك. شكرا. الله يجازيك بكل خير. بارك الله. الله يحفظك. بارك. اوكي 0002 07 20. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اختي صافا لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. مرحبا بك. شنو السميه والمدينه؟ فاطمة الزهرة من فاس. مرحبا بك فاطمة الزهرة. فاطمة الزهرة باش بغيتي الناس تداي معاك في هذا الليل هذا في هذه العواشة؟ خويا بغيتي الناس اليوم معايا كامل ربي يفاجي عليا في هذا النهار ويفرحني بداك الشيء اللي كنتمنى. الله يفاجيك والله يفتح لك بباب الخير وينور لك طريقك وحدك كل ما هو فيه خير لك. امين يا ربي اليوم معايا باش اني ربي يرزقني بداك الشيء اللي كنتمنى بزوج صالح. ما بغيتيش شي حاجة. شنو بغيتي؟ زوج صالح كيخ بغيتي تزوجي؟ يعني زوج ماشي زوج زوج يعني راجل صالح يكون كيخاف الله. هادشي اللي كنت منه. اللهم امين. الله يرزقك لك يا رب. صلاتك كل ما هو فيه خير لك اختي. الله ييسر لك امرك يا رب. امين. شكرا لك اختي. امين. زيد 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 زيد. السلام عليكم. عليكم السلام خويا بدر. سي صافا لاباس عليك؟ هانيه كلشي بخير. مرحبا بك. الحمد لله. غير بغيت الناس يدعوا معايا. شنو السميه بعدا والمدينه؟ شنو السميه والمدينه بعدا؟ السميه نعيمه والمدينه تيزنيت. مرحبا اختي نعيمه من تيزنيت. نعيمه باش بغيتي الناس تداي معاك؟ الفك على خير. الله يسهل لي الله يفكك على خير يا رب ويجيبوا احسن صوره وتكوني دائما فخوره به ويخليك تشوفي ولاد وليداتك. امين يا رب العالمين. امين يا رب. وكانت مع اي واحد الله يرزق ليها الامومه. اللهم امين. هذا الاحساس ديال الامومه والذريه الصالحه. ودعوا مع راجلي الله يسهل عليه الله يسهل اموره الله يسدد عنه عليه الدين ديالو يا ربي. امين. الله يفرج. اللهم امين. وتبارك الله عليكم. الله يكبر بك. شكرا. انتم الله يسهل عليكم ويكمل لكم بخير. هذاك العام هذاك البرنامج فعل الخير. الله يسهل عليكم خير. ديال يكون خير. بارطاجيتي ولا ما بارطاجيتيش؟ صراحه ما بارطاجيت ولكن تفرجت. شي كان خاصني نصارح ما نطلعكش ياك ما بارطاجيتيش. هذا هو ندعموا بدر الهلالي ونصيو ودابا نسالي الله يسهل بارطاج. لا شوف ان شاء الله ما بغيتش نكذب يعني الصراحه ما كاين ما الصراحه نكذب هذيك ونقول لك بارطاجي ما بارطاجيش وماشي مشكل ولكن غندخل نتبارطاجي دابا ياك درت جيم ان شاء الله يا ربي. الله يستر لك اخويا الله يكمل لك على العمل اللي كدير. الله يجازيك بارك الله فيكم. الله يصبح على الجميع. امين. السلام عليكم. ما جاوبشيش. الو السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك اختي. شنو السميه والمدينه؟ الله يبارك فيك اخويا بدر. انا صفاء من مكناس. مرحبا بالناس ديال مكناس نورتينا. صفاء باش بغيتي الناس داي معاك؟ خويا بغيتهم عافاك يدعوا مع راجلي بالشفاء ان شاء الله وبالنجاح لوليداتي وش رزيق. الله يغنيك ويرزقك من حيث لا تحت سيبين يا رب ويفتح لك بباب الخير وينور لك طريقك. الله يحفظك. الله يجازيك بالخير. شكرا لك. اوكي زينو ما شاء الله عشي شحال الناس باغيين الدعوات محتاجين لهاد الدعوات هذا. الو السلام عليكم. عليكم السلام خويا. مرحبا بك اختي. مرحبا بك. السميه والمدينه؟ واخيرا بعد طول الانتظار. وييه الحمد لله. كي داير اخويا لاباس عليك كلشي مزيان؟ الحمد لله الله يحفظك ويكبر بك. شنو السميه والمدينه؟
جميلة من تيزنيت. مرحبا اليوم كلشي بتيزنيت بارطاجيتو هاد اللايف في تيزنيت. مرحبا بك. باش بغيتي الناس دايماك جميلة؟ بصراحة أنا بغيت يدعو ليا مع العائلة ديال مع الوالد ديالي وماما الله يخليهم ليا وتولي في عمرهم يا ربي. ويدعو معايا كدرنا واحد الدرسة فضل العواشر ضراتني والله. أول مرة شو واحد يدعو شو واحد يطلع في اللايف ويقولها في راسك دي جميلة والله زعما والله لا أول مرة شو واحد يقول كدا وما يرى في الدرسة وصعيبه في ال عشان تشدك في هذا رمضان هذا صعيبه. انا برافو عليك والله يسر لك الامور والله يبرد الحريق ديالها يا رب يخليهم لي يا رب يطول لي امرهم والله يسر لك يا رب. شكرا لك خويا. مرحبا الله يحفظك. مرحبا ما شاء الله في الدراري تشوف ما طلع معنا الدراري. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. ما جاوبتيش. الو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام خويا صافا لاباس عليك؟ الحمد لله خويا بدر. كي داير؟ هاد النمرة أول مرة أول مرة يطلع معايا شي واحد عندو سبعة. ما أين بلاد هادي؟ روسيا يا اخويا. روسيا. مرحبا بك اخويا نورتينا. شنو السميه اخويا؟ ياسير من كازا. ياسير اخويا مرحبا بك اخويا ياسير. ياسير باش ماشي الناس تدي معاك تدي مع ياسير يلا التراس ديالي. الله يفتح لك دابا راك في روسيا ياسير؟ روسيا. الله يسر لك في بيبال الله يفتح لك بيبال الخير والله ينور لك طريقك والله يغنيك بعدا وكل حاجه فيها خير لك ياك والله يسر لك في الدراسه ديالك. كنبغي نشكرك على هادشي اللي كدير خبادر. الله يحفظك. الله يكبر بك اخويا الله ينور لك طريقك يا رب ويعطيك كل ما نويتيه في خاطرك اخويا ياسر. امين. الله يحفظك. شكرا لك اخويا ياسر. الله يحفظك. نزيدو نسمع. الو السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس عليك؟ الحمد لله كلش مزيان الحمد لله. شنو السميه والمدينه؟ خديجه من خريبكه. مرحبا بك خديجه من خريبكه. باش بغيتي الناس دايما هكا خديجه من خريبكه؟ دعي معايا فك دعي مع الوالده ديالي شافيها الله ويخلي لي الوالد ويصلح ليا في وليداتي والزوج ديالي حتى هو ان شاء الله يتحقق لي داكشي تيتمنى يفرج علينا. واحد الاخت ديالي حتى هي يفرج عليها سيدي ربي وتندع مع عائلتي كلها ان شاء الله يفرج عليهم ان شاء الله في هذا رمضان ان شاء الله. اللهم امين يا رب والله يفاجئها لكم كاملين والله يفتح من راجلك ببال الخير والله ينور لكم طريقكم ويعطيكم كل ما تمنيتوه في خاطركم اختي. وتنتمنى فيك لبنتي حتى هي عندها هذا العام عندها تسعة ان شاء الله يسهل على ان شاء الله باش هي تنجح ان شاء الله. الله يسر لها يا رب ويفتح لها ببال الخير وتنجح في قرايتها. بارك الله فيك لعلى اختك السي بدر. مرحبا الله يجازيك بالخير. اي 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 اي, اي. اوه ما شاء الله شحال ديال الناس باغيين يطلعوا. اغلبيه خرجوا من اللايف براسكم اغلبيه خرجوا من اللايف ومشاو يتسناو الدعوات. اسمع 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 اسمعني انت. انديون مهموم تحس براسك مخنوق صلي يفتح عليك صلي ينور لك طريقك صلي الله يجعل ما تبقى من ايامك فرحه وسعاده صلي يلاقيك بناس يبغيوك كما انت ويخافوا عليك كما تيخافوا على ريوسهم صلي يبعد عليك دور وجهين اللي يقول قدامك هدره او موراك هدرهما الله يلاقيك بصحاب بالصح تلقاهم في الحزه قبل الفرحه صلي يغنيك مش غير رزقك يغنيك باي حاجه فيها خير ليك
ورزقك من حيث لا تحتسب. تكون ما عليك ما بكش تيجيك الرزق تدير السبب وربي تيسر لك. إلا كنتي تتناس وتتناس بأن حس براسك ما نعيش مزيان يا رب تناس ديك الناس الحلو وفيها راحة البال يا ربي رزقك راحة البال يا ربي يطفي هاد النار اللي شاعله لداخل ديالك بالمشاكل والهموم والغمور الله يفجها لك. الأمهات فراسكم واحد الحاجة شحال أمهنا في هاد الليل. يلا اللي أمسك شبني أنا هنقول لكم واحد الحاجة انتم الأمهات شتي هاد الليل هذا راه ما نزينو غير انتوما وانتوما اللي منوريننا والدعوات ديالكم هما اللي معانا. الحمد لله انا هاد اللايف هذا انا فخور به ونقى حياتي كامله فخور به. عرفتوا علاش؟ شكون اللي عرف علاش؟ شكون اللي عرف علاش انا غادي نبقى فخور حياتي كامله في هاد اللايف؟ الحمد لله اللايف اللي قدر نسمعوا لامهات والاباء في نفس الوقت نسمعوا ليه كاملين وما يكون لا سبان لا معيار لا تخسر لا هضره لا والو. اللايف اللي كلشي تيبغي كلشي وكلشي تيسمع لكلشي وكلشي تيخاف على كلشي وكلشي باغي يعاون كلشي. تلاقاو في غير ولاد الناس تيبغيو الخير كما تيبغيو الريوسون. والله الله الا نورتونا الامهات وداكشي باش غادي نقول لكم سر رزقكم الجنه تدخلوها من اوسع ابوابها. الله يجعلكم من جنه الفردوس ويخليكم لينا يطولنا في عمركم واللي مريض الله يشفيها يا رب شفاء عاجل تكون ما بها ما عليها تنوض القراصة بخير مزيان يا رب. اللمة عمرها ما تحلى إلا بوجودكم انتم اللي منورين اللمة انتم اللي جامعين العائلة كاملة انتم الأمهات. شنو آخر ندعي معكم دعوا لي مع الأمهات الإخوان دعوا مع الأمهات راهما كل شيء. وصل لي رزقكم شي حجه ولا عمره عما قريب تمشيو داك المقام وديروا لي شي ديديكاس من تما تحيه لولدي بدر الهلالي من هذا المقام صافي عندك تنساونا من الدعاء تما. امان عليك امان عليكم كاملين ما تنساونيش انا من الدعاء اللي تفكرني طليبه انا تنطلبك انت اللي تسمعني تنطلبك انت اللي تسمعني إلا تحت لك في بالك شي نهار دي معي. أمان عليكم كاملين أي واحد فيكم تفكرني شي نهار جيت له في باله ماشي تاب جهران غير بينه وبين نفسه إدي معي إدي معنا صافي وعد طب ديت نهضر معاك بلا ما تحتاج تكتب في كومنتات عارف كرا ما تجرداش تقول أنا ندعي مع باهر. أنا حلفتك بالله أنك فوق ما تفكرتيني دي معي ما بغيش منك لا فلوس لا والو. احنا عارفين المغاربه نجبد لك كل شيء الا الفلوس ياك وانا ما جبتلكش فلوس غير دعي معاه دعي معنا انا نكون من اهل الجنه يا رب هذه اول حاجه وانا ربي يسر لنا الامور ويفتح لنا باب الخير صافي. انا حلفتك بالله اذا تفكرتيني وطحت لك في بالك دعي معاه انت ولا انت ولا خالتي ولا عمي ولا اي واحد فيكم تفكرني ايدي معايا وعد اخويا بدر اسامه رزير اخويا اسامه عندك وعد شي راه وعدتيني انا شكون اللي غيدي معايا شكون اللي غيوعدني فوق ما طحت ليه في بالو ايدي معايا ولو دوز الف عام. سالك فاش ما حطيتي ديك لامامين شكرا وعد الله يحفظكم صلين نقي طريقكم الشكرا امين وعد ربي يلاقينا في الجنة امين اخويا محسن صديقي واخي محسن دوزنا ماشي صديقي هو اخي وحق الله تن بحال انا وياه بحال خوت هاد السيد هذا عزيز علي واحد الدرجة اللي ما تتصورش والله سبحان الله حتى اللقاء ديالي انا وياه كان واحد سبحان الله شكال من ديك شوف سبحان الله من ديك الساعة عرفت غادي يكون نكون انا وياها خوت اقسم بالله تلاقينا انا وياها واحد الملاقية اللي فشكال
وسبحان الله لدرجه ان شي مره انا هز التليفون باش نصوني عليه وهو تيهز التليفون باش يصوني عليه باش نصوني عليه وبعضياتنا في نفس الوقت. وعندي معك الله يحفظك وتا محسن حتى هو تيهم معه ربي يفاجئ عليه ومع الاخ جمال. طب احنا راه ثلاثه بصحاب ديو معنا ديو معنا جوج مرات هما مره مره انا ديو معايا جوج مرات وهما مره جمال مره ومحسن مره صافي مرني جمال معنا هنا في الله يقول لا شكرا ليه تا هو من اطيب خلق الله صراحه. وعد 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 ايوا حسيت راسي بحال انا غنموت ايوا ما غنموت حسيت براسي بحال غادي نموت قلت لكم كلشي داي معايا ولا تفكرني ايوا ما غادي نودع اللهم امين الله يسر لكم يا رب. كان اليوم معك اخويا الله يحفظك وعد راني سيف الدين شكرا. واش ممكن يكون صديق ديالك الرابع؟ مرحبا شرف لينا اخويا شرف لينا مرحبا ديما مالا مشان لي الكومنتر ديال اللهم امين يا رب امين شكرا. اذا نضرب لكم موعد يوم الجمعه مع العاشره ونصف بتوقيت المغرب مبقى لنا ودعكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم.